ان شاء الله باذن الله يكون عام سعيد على كل الاهلاويه، وبالطبع يكون سعيد على كل المصريين، ده شيء اهم بكل تاكيد. مباراه بكره، الاهلي عنده مباراه بكره مهمه جدا في بدايه العام 2020 مع مين؟ مع مصر المقاصه، مباراه غايه في الاهميه جدا بالنسبه للفريق. ليه؟ لان احنا بننافس على بطوله الدوري ماشيين فيها بشكل جيد جدا، 8 انتصارات متتاليه، من الاهلي بيسعى للوصول رقم 9 من حيث الانتصارات المتتاليه في بطوله الدوري باداء كان مميز ونتائج رائعه وعدد اهداف غزير في الحقيقه يعني. فبالتالي خلينا نطمن حضراتكم بخصوص الفريق واستعداداته للمباراه بكره ان شاء الله. الفريق هيدخل معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراه النهارده، مش بكره طبعا لان المباراه بكره. فبالتالي المران ابتدى في تمام الساعه 4 عصرا، وفي الاستعدادات والرتوش الاخيره اللي بيضعها مستر ريني فايلر على الفريق وعلى القائمه اللي هيتم الاعلان عنها خلال دقائق او ربما ساعه بالكثير من الان يتم الاعلان عن قائمه النادي الاهلي. كابتن سعد عبد الحفيظ ليه بعض التصريحات المهمه، وقال ان احنا عندنا كل المباريات صعبه ونتطلع دايما للفوز، وده الهدف الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي، هي ثقافه النادي كده طبيعي يعني. وبيقول ان احنا المباريات كلها بالنسبه لنا ما فيش مباراه اسهل من الثانيه، كل المباريات صعبه وبناخدها بمنتهى الجديه. وتوالي المباريات ده التحدي اللي احنا بنمر بيه، لان احنا عندنا مباريات كتير جدا على الصعيد المحلي والافريقي، واحنا مضطرين ان احنا نتعامل مع هذا التحدي وبنحاول ان احنا نتغلب عليه بخلاف طبعا الاصابات اللي لحقت ببعض اللاعبين. كمان قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ان الجهاز الفني بقياده السويسري ريني فايلر عنده تركيز كبير جدا في مباراه المقصه للاستمرار في صداره جدول المسابقه واللي احنا ماشيين فيها بشكل جيد. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان شدد على ان كل مواجهات الاهلي هذا الموسم لن تكون سهله، وكل الفرق دائما هدف ولكن الفريق دائما هدفه الفوز سواء محليا او افريقيا. من ضمن الاخبار كمان فيما يتعلق بسعد سمير، سعد سمير خلاص سافر النهارده الصبح والجراحه هتبقى بكره مع الطبيب الالماني فولتر، وده متخصص جراحات وتر اكيلس، وان شاء الله نتمنى لسعد كل السلامه والعوده سريعا للملاعب. لعيب كبير ومهم طبعا في خط دفاع النادي الاهلي، ربنا يشفيه ويعافيه باذن الله تعالى. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان تطرق لموقف اجاي من مباراه المقصه، قال ان اللاعب ما عندوش مزق ولا حاجه في العضله الخلفيه، وعباره عن شد او اجهاد قوي في العضله الخلفيه، فالامور هتتضح اكتر من خلال المران النهارده، لكن نسب بصراحه اكبر ان جونيور اجاي مش هيكون في مباراه بكره باذن الله امام المقصه. نفس الحال بالنسبه لاكرامي، عنده فحص طبي على هامش المران النهارده بسبب اصابه السمانه، واحنا عارفين اكرامي خلال الكام يوم اللي فاتوا كده عانى من اصابه اجهاد في عضله السمانه، وبالتالي ما بيشاركش في التدريبات الجماعيه وبيكتفي بعض الجلسات في الجيم. ال 48 ساعه اللي فاتت كانت هذه التدريبات الخاصه باللاعب شريف اكرامي، تدريبات بدنيه وتاهيليه. هيتضح بعد الفحص مدى امكانيه الاستعانه بشريف اكرامي في مباراه الغد، رغم ان ده هيكون صعب شويه يعني في القايمه يعني، او على اقل تقدير مدى انضمامه للتدريبات الجماعيه عقب هذه المباراه مدى الامكانيه يعني. فهنشوف الامور بالنسبه لشريف اكرامي هتكون ازاي. فيما يتعلق بحسين الشحات، لسه برضه عنده فحص طبي وبيعاني من اجهاد كده في العضله الضمه، للاسف حسين الشحات اصابات حظنا للاسف فيها سيء جدا يعني، لكن برضه الفحص الطبي النهارده هيوضح مدى امكانيه الاستعانه بحسين الشحات في مباراه الغد ولا لا في الجوله 11 امام مصر المقاصه. المباراه طبعا زي ما حضراتكم عارفين هتكون الساعه 7:30 مساء على ملعب السلام.